عوده ل10 الصبح في الاهلي. اهلا بكل حضراتكم في اولى فقراتنا الحواريه، وطبعا زميله نهاوند بتعتذر عن استكمال ما تبقى من حلقه النهارده. هي من اول اليوم الحقيقه جايه وعندها اصابه كمان زي حالاتي كده في صباع الايد، بس واضح ان الالم زاد عليها حبتين، بس ان شاء الله خير وتكون موجوده معانا ابتداء من يوم الاحد الجاي باذن الله. طبعا النهارده هتنطلق مباراه النادي الاهلي واوكلاند سيتي في بطوله كاس العالم للانديه. الكلام ده هيحصل الساعه 9 مساء ان شاء الله. اكيد هنتكلم عن شكل المباراه وادارتها وتفاصيل كتيره جدا متعلقه بهذا اللقاء بصفه خاصه، وبمشوار النادي الاهلي في النسخه دي من كاس العالم للانديه بشكل عام. وعشان الكلام يحلو ويبقى موزون معانا ومنورنا كابتن فتحي نصير نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق وايضا المحاضر الدولي والافريقي. يا صباح الخيرات على حضرتك يا كابتن، اخبارك ايه؟ صباح الخير، كله تمام الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما في احسن صحه واحسن حال. يا رب ان شاء الله. النهارده بقى ان شاء الله بدايه المشاركه رقم 8 للنادي الاهلي عبر تاريخه للمره الثالثه على التوالي في مونديال الانديه. شايف حضرتك ان النسخه دي من المونديال الاوضاع فيها مختلفه شويه، الصعوبات هتبقى أكتر نسبيا من المشاركات السابقة للنادي الأهلي، ولا رؤيتك إيه؟ رؤيتي الأول بسم الله الرحمن الرحيم، ونقدر نقول الحق أحق أن يتبع. يعني إيه الحق أحق أن يتبع؟ ده مش كلامي ولا إخراجي، إن ربنا سبحانه وتعالى إن بعد ما إحنا حصل علينا ظلم في نهائي البطولة وإن إحنا ما كناش هنشارك، تشاء الظروف وتشاء الأقدار إن المغرب الشقيق يستضيف هذه النسخة، وبالتالي أصبح الوداد هو صاحب الملعب، وبالتالي لازم يجي ضيف تاني، والضيف هو كان النادي الأهلي. فده شرف لنا كلنا، النسخة الثامنة، وده رقم ما حصلش في البطولات كلها، حتى بالنسبة لأندية أوروبية ما حصلتش، أندية أمريكا اللاتينية ما فيش. لكن إذن ده رقم واحد نعتز به كنادي اهلي وجمهور النادي الاهلي والجمهور المصري عموما. النسخه دي يا كباتن لها خصوصيه في ان مقامه في توقيت احنا محتاجينه كنادي اهلي او كمنطقه عربيه، ان احنا بعد كاس العالم وبعد اللي شفناه في كاس العالم للدول، فده كاس العالم للانديه. فدي مراية لمستوى كل الفرق. احنا لم نشارك في كأس العالم للدول، فبنشارك في كأس العالم للأندية. اذا مصر حاضرة بالنادي الاهلي. جميل. يقال انه ابتداء من النسخة القادمة من كأس العالم للأندية الاوضاع هتتغير فيها، وعدد الفرق اللي هتشارك هتختلف كتير. يعني اللي انا عارفه انه هيبقوا 32 فريق، مش يعني مش مالي ايدي قوي من مدى دقه الرقم او من مدى صحه المعلومه، حضرتك اكيد ادرى مني. لا هي يعني دي افكار والافكار لم ترقى الى قرارات او الى واقع. يعني هي قيد المناقشه. ايوه قيد المناقشه وكده، لان 32 هم عاوزين بقدر الامكان يخلوا اكبر عدد من الدول مشارك، زي دول اللي هي مشاركه في بطوله كاس امم، يعني كاس العالم للدول، عاوزين يعملوا كأس العالم للأندية بنفس عدد كأس العالم للدول. فكان في قطر كان في 32، عاوزين يعملوا هنا 32. مش كأس العالم اللي جاي نفسه هيبقى 48؟ هيبقى 48 بس هم عاوزين، مش هيبدأوا مرة واحدة 48. تدريج يعني. فعاوزين يعملوها، لأن أنت طب الأسباب تجارية إعلانية لها علاقة مثلا بحقوق البث ونسب المشاهدة والنوع ده من الأمور، ولا بيبقى لها حسابات تانية؟ لا هو ده نمرة واحد. كرة القدم دلوقتي أصبحت تمثل دخل للدول، تمثل دخل للأندية، تمثل دخل لكل المنظومة الكروية على مستوى العالم. فطبعا كل واحد بيفكر إزاي يزود الدخل ده، من عدد زيادة عدد المباريات، من كم المشاهدين اللي هيشاهدوا، لأن 32 يعني 32 دولة، يبقى الناس هتشوف كتير، يبقى ده بالتالي بيرفع من عدد او نسب المشاهده على مستوى العالم، فبالتالي نسب الاعلانات تزيد، فبالتالي نسب الدخل والانكم للاتحاد الدولي يزيد، ويقدر يوزعه برضو على الانديه اللي هي تمثل بلادها. بس هو يعني الاتحادات كمان بتبقى معنيه قوي بالشق التجاري ده، يعني فكره ان الفيفا ممكن تبقى شايفه البطولات اللي بتنظمها الويفا العوائد الماليه بتاعتها اكبر منها هي شخصيا، فتحس بشيء من الغيره فتغير
في بعض القوانين عشان يبقى في مساحه لفرق اكبر تشارك؟ يعني الحسبه دي داخله حتى في الاتحادات الدوليه؟ في اي دوله في العالم او في اي نظام كروي في العالم او اي نظام لعبه كره سله، كره طايره، كره يد، كل الحاجات دي بيفكروا في ازاي يجيبوا انكم ويجيبوا فلوس ويجيبوا من دعايه، لان اصبحت كده صناعه اسمها صناعه كره القدم. هي بقت تجاره اقرب منها للصناعه، مش كده؟ يعني نقول ما هي الصناعه بتؤدي الى تجاره، يعني الصناعه بتجيب منتج والمنتج ده انت بتسوقه وبالتسويق ده بتجيب فلوس. اوكي. يعني هي بتبدا بان انت تصنع الشيء، فهم بيصنعوا المسابقه ثم يسوقوها ثم يجيبوا لها دخل، والدخل ده يجي يتوزع على الكل. طيب النسخه دي من كاس العالم للانديه، حضرتك برضو توقعاتك فيها ايه؟ شايف مين الاقرب للوصول للمربع الذهبي؟ مش هقول لحضرتك للماتش النهائي، بس على الاقل المربع الذهبي رؤيتك ليه، مين الاسماء اللي هتكون موجوده فيه؟ يعني الاسماء احنا طبعا نتمنى ان شاء الله باذن الله يكون النادي الاهلي احد اضلاع المربع الذهبي. طبعا ريال مدريد مفروغ منه، معانا كده كده ده. يعني ما نقولش حاجه، لكن ربنا يسهل ان شاء الله. احنا بس انا عايز، احنا هنبدا النادي الاهلي خطوه خطوه، مباراه مباراه، مش عاوزين نفكر في اخر مباراه قبل ما نفكر في المباراه. في مباراه النهارده ان شاء الله ربنا يسهل نكسبها، ايا كان الفريق، ايا كان مستواه، ايا كان موقعه، ايا كان موقعه الجغرافي في العالم هو فين او مستواه الفني فين، احنا عاوزين ان شاء الله نطلع من الماتش النهارده ثم نفكر في الماتش اللي بعديه. لكن ما بنفكرش يا كابتن كريم في ان انا هنا وبفكر في الأهداف، يعني طبعا طموح موجود، الطموح بنخليه على جنب كده وخلينا ننفذ بقى. دخلنا التجربه، دخلنا المعركه، معركه كرويه يعني، مش أيوة معركه خناقه. مفهوم. لكن ان احنا عاوزين دلوقتي نكسب هذه المباراه، ولكل مباراه طريقه لعب، ولكل مباراه اختيار مجموعه لاعبين، وكل مباراه لها اسلوب اداء للاعبين. فرقه دي غير دي غير دي غير دي، اكيد اهلي كاس العالم غير اهلي الدوري المصري مختلف، غير اهلي افريقيا. كل بطوله من البطولات دي لها طريقه وفيها اسلوب لعب واداره لعب، واكيد ان طبعا عندنا مدرب فاهم الحكايه دي. لان المدرب الفاهم ده قال يعني تقريبا نصا كل حضرتك تفضلت بيه من شويه، قالها بصيغه مختلفه حبتين بس بتأدي نفس الغرض ونفس المعنى، فكره ان احنا مش هنفكر في اللي جاي. انا بالنسبه لي ماتش اوكلاند سيتي ده بطوله في حد ذاته نركز فيه، وما معناه ان لكل مقام مقال، تقريبا نفس اللي حضرتك تفضلت طب الحمد لله. يعني ان تطابق في الاراء، لا يعني الاراء العلميه ما حدش بيختلف فيها. أيوة. لما الناس تقول ان الشمس طالعه خلاص كل الناس هتقول الشمس طالعه، ده علم. أكيد. فانا لما بقول الكلام ده انا مش عايش معاه هناك في المغرب. أيوة. ولا في افكاره، لكن بنقول بمثل هذه البطولات وهذه المناسبات وهذه المنافسات كل حاجه بتتعمل ازاي. ولو كنت حضرتك بقى قاعد معاه في المغرب وبتتجاذبوا اطراف الحديث وميلت عليه عشان تقول له نصيحه، ما تحب تنصحه وتقول له ايه؟ نصيحة، ما أنا الأولاد أو اللعيبة عارفين إن هذه المباريات هم عندهم تجارب قبل كده، في جزء منهم مش كلهم، في بعض اللعيبة لعبوا البطولات دي قبل كده. أيوه. فعارفين بطولة اسمها كبير قوي كأس العالم، لكن إحنا هذه المباراة هي المباراة يعني بنعتبرها النهائية بتاعتنا، لأن بدي هتصعدني فوق، مش ان انا مباريات دوري هجمع نقط والعب على دي على التعادل والعب دي على ايه. لا مفيش الكلام ده، انا بطلع عشان عاوز اطلع السلم، فهدفي طلوع خطوه في السلم، السلم ده فين؟ ان انا اكسب هذه المباراه، فتركيزي كله على المباراه دي. درسوها اكيد، شافوا لهم شرائط فيديو، شافوا مستوياتهم ايه، شافوا النقط القوه، نقط الضعف، ازاي ممكن نتغلب على نقط القوه اللي هناك بان احنا نسيطر عليها، ازاي نستغل نقط الضعف اللي عندهم. كل المنظومة دي كلها بنفكر في هدف واحد، وهو ازاي اكسب هذه المباراة. النادي الاهلي رايح بايه؟ نقول بمكتمل. مكتمل ازاي؟ مكتمل لاعبين، مكتمل ادارة فنية، مكتمل ادارة، رئيس الاتحاد، رئيس النادي نفسه موجود هناك، رئيس اتحاد الكرة موجود هناك برضه بدعوة من الاتحاد الدولي، فلان الاتحاد الدولي بيدعو رؤساء الاتحادات المشاركة في هذه البطولة. ده بروتوكول بتاع الاتحاد الدولي. بيدعو الفرقة،
بيدعو مجلس إدارة النادي، بيدعو الفرقة كاملة، زائد الأوفيشال الإداريين، زائد عدد من الجيست، كل ده اللي بيعمله الاتحاد الدولي. بس عشان الناس ما تفهمش يقول لك ده النادي الأهلي رايح بكل دولة ليه؟ هو مش كل دولة الأهلي ما يدفعش حاجة، اللي رايحين بكل القوة دي لأن في بروتوكول الاتحاد الدولي، عدد من موجودين في النادي الأهلي لاعبين، إداريين، أجهزة فنية، أجهزة طبية، ثم مجالس الإدارة والأوفيشال وكده اللي بترأسه كابتن محمود الخطيب. على ذكر كابتن محمود الخطيب، كالعادة كل مرة بيترأس فيها بعثة النادي الأهلي للمشاركة في أي بطولة من البطولات دايما بيبقى لها انعكاسات طيبة جدا على اللعيبة وكمان على الجماهير، فيها شيء من الطمأنة زي ما بتحصل للعيبة بتحصل كمان للجماهير. أكيد يا كابتن. ليه؟ لأنه هو واحد طلع من نبت هذه الأرض، طلع من الملعب ده، فهو عاش الملعب ده. فاللاعب لما بيسمع الخطيب بيكلمه يبقى كابتن محمود الخطيب بيكلمني، مش ده المدرب، لا ده واحد كان بيلعب زيي. فالقناعة بتبقى موجودة طبعا. يعني هو بيعيد بالتاريخ، اللاعب نفسه يعيد بالتاريخ نفسه لما يشوف محمود الخطيب كان بيعمل ايه في الملعب او الحاجات دي كلها. اذا بيقول له على تجارب هم شافوه بيطبقها، اذا بالتالي هتبقى مقنعه اكتر والاحساس اكتر، وده بينعكس على الجماهير برضو، بينطبق على بقيه الاجهزه الموجوده في الفرقه، الجهاز الطبي لها كده، ودي بتساعد المدير الفني او الخبير. أكيد. المدير الفني مش بيتضايق ان حد يتكلم، ليه؟ لان اللي بيكلمهم بتاع كوره، فهو بيبقى فرحان انه بيرفع من معنويات اللعيبه دي. وتعرف ده يا كابتن كريم، بتخلي في حاجه ما بتطلعش بكلام مدربين ولا كلام اعلام ولا كلام اي حاجه، في حاجه اسمها الطاقه المكنونه جوه اللاعبين. الطاقه المكنونه جوه اللاعب دي ما تطلعش، تطلع امتى وتلاقيها ظهرت على اللاعب، واللاعب يطلعها امتى؟ بمثل الامثله زي ما نقول كابتن محمود الخطيب كلاعب ثم رئيس نادي دلوقتي ثم بيكلمهم، فدي هيخليهم يطلعوا الحاجات اللي جوه. المدرب مش هيعرف يطلعها، لكن يطلعها امثال الكابتن محمود الخطيب. الصفقات الجديده ورؤيتك لنسبه مشاركتها وجدوى مشاركتها وانعكاسات مشاركتها في حال مشاركتها، شايف الملف ده ازاي؟ لا، هو الملف اصل دي بعتبره ملف شائك. ليه؟ لان هي كاس العالم للانديه مرحله من مراحل اداء النادي الاهلي، سواء كاس العالم للانديه، كاس بطوله افريقيا انديه برضو، ثم عندنا كاس مصر، ثم عندنا الدوري. دي كلها مراحل. هو كمان التفكير بعيد النظر انه ما جيش اضحي او افقد او اخسر احد العناصر اللي انا شايفها كويسه وهتفيد في المستقبل في عشان مباراه. وبالتالي هو بيفكر انا هلعب بطوله كاس العالم، هل اللعيبه دي عشان ما احرقهمش بمعنى اصح بالطريقه البلديه، يقول لك ما يحرقش اللاعب اللي لسه جايبه. هم اختار وانتقى مجموعه لعيبه، وما جابش لعيبه كتير، هو جاب بعض اللاعبين في بعض المراكز عشان يكملوا الترس بتاع الاله، عشان الاله تشتغل، عشان التيم يشتغل. فهو شاف ايه اللي ناقصه، جاب هنا وجاب هنا وجاب هنا. طيب امتى المشاركه بقى؟ يعني متى شارك اللاعب ده؟ ده قراره هو. هل فعلا في نقطه ضعف عنده دلوقتي في فرقته بدل اللاعب ده، ولا يقدر يكمل واسيب ده عشان لسه الاندماج له دور، ان انا الاحساس بالملعب له دور، الاحساس بالفرقه لها دور، الاحساس بطريقه اللعب لها دور، الاحساس بالفانيلا الجديده اللي انا لابسها لها دور. كل دي المدرب بيدورها في دماغه على اساس يقول ايه، لا ده انا ده هنخليه شويه، ده هنلعبه في اخر نص ساعه ما نشوف نتيجه المباراه، ده ممكن ابدا بيه. وبالتالي هو ما يقدرش يحرق لعبته باي طريقه الا لما يقدمهم خطوه خطوه لغايه ما ان شاء الله باذن الله. انت لما تكون داخل على اكله كويسه، بيقول لك شويه سلطه، شويه شوربه خفيفه، شويه كده، بعدين تخش على الجنب مره واحده، الطبق الرئيسي، ما تاخدش على الطبق الرئيسي الاول وبعدين تنسى الحاجات التانية. يعني الحكايه مش مبنيه بالكامل، او مشاركه اللاعبين المستجدين مع الفريق انجاز التعبير مش مبنيه بالكامل على مدى جاهزيه اللاعب ده، في تفاصيل تانية لازم تتاخد. طبعا اللاعب جاهز، هم الحمد لله اللي جايين كلهم جاهزين.
وندعو الله ان يبعد عنهم الاصابات، لان في بعض اللعيبه اللي جبناهم اصاباتهم كانت كثيره شويه. فاحنا اللاعب طالما هو جاهز، هو جاهز بدنيا، جاهز فنيا، بس هل جاهز ديناميكيا ان هو يخش في اللعيبه وفي الطريق وفي النسيج وفي الفرقه؟ ده معناه ان الافضل او الاكثر منطقيه والاكثر امانا ان السكواد اللي ينزل ويلعب يبقى السكواد اللي هو بقاله كتير بيلعب مع بعض وعارفين بعض من النظره. بالظبط. يعني انا اقول لحضرتك، هو بيقيسها ازاي يا كابتن كريم؟ بنيجي نقول انا هلعب سين من الناس، اللاعب ده هيلعب، ده ممكن في الملعب يديني 8 من 10 9 من 10 كمان، مش هقول 8 من 10، ممكن هيديني 9 من 10. اللاعب ده لعب كويس قوي وهيديني 9 من 10، بس في وسط اللعيبه دي هم هيبقى مستواهم ايه؟ اللعيبه دي اللي جنبه اللي كان بيديني 7 هيديني 6، واللي كان بيديني 6 هيديني 5، هم هيقلوا. هتقول لي يقلوا ليه؟ لانهم مش مندمجين معاه. هتبقى في فرديه. لكن لو نزلت اللعيب اللي اصلا مندمج معاهم مش هيدي 9، هيدي 8 بس، هيرفع الباقيين كلهم، يبقوا كلهم تمانيات، يبقى مستوى الفرقه كله، يبقى الاداء العام لازم بيفكر في الشكل العام للفرقه والاداء العام للفرقه، بيفكر في هذه المباراه وعايز المباراه. لكن في فكر تاني احنا ما نحسهوش، لكن المدرب يحس. ايه الفكر التاني؟ المباراه التانيه في ايه؟ والبطولات التانيه فيها ايه؟ لان انا بلعب دي مباراه لوحدها عايز اكسبها، اكسبها بالسكواد بالمجموعه اللعيبه دي، لكن انا برضو عيني مش عايز اخسر لاعب يخسرني بطولات قبل كده انا محتاجه في 10 12 ماتش في بطوله دولي او بطوله كاس. حسبه صعبه قوي اللي مليانه تفاصيل. ما هي التفاصيل، المدير الفني مش الناس بتاخدها بطريقه سهله، بينزل ويختار ده ويختار ده ويعمل الكلام ده. وبعدين امتى تقول لي طب هيفكر في الماتش التاني ازاي؟ ما هو المفروض يلعب اول ما الحكم يصفر نهايه المباراه يفكر وقتها هو في الماتش. كل الناس هيقعدوا يبوسوا بعض، وهو لا، مخه هيسرح في الماتش التاني على طول. فتلاقيه الفرحه مش هتتم الا في النهائيات، لكن الفرحه الاولى المقدمات دي على طول نهايه المباراه، حكم صفر، خلصت المباراه، وهو بيصفر انا بفكر في الماتش اللي بعد كده. الفتره اللي فاتت كان في تالق ملحوظ واداء عام مرضي للنادي الاهلي محليا في اخر كام ماتش سواء دوري او كاس. الحقيقه الى اي درجه الاداء اللي شفناه محليا ممكن يبقى نقطه انطلاق قويه للمشاركه العالميه او الدوليه في النسخه دي من كاس العالم؟ اكيد من حيث ما انتهى الاهلي بنتائجه في مجموعه المباريات ومجموعه البطولات اللي شارك فيها، هو بياخدها بتبقى دي اسلحته اللي واخدها معاه. يعني انت معاك اسلحتك، مهاراتك، اسمك، اسم النادي الاهلي، خبراتك، معنوياتك، ودي مهمه جدا. الفايت سبيريت، الروح القتاليه اللي هي كانت عاليه هنا فهتستمر هنا كمان، اللي انت عاليه لان هي مش واقعه، وانا هرجع دلوقتي احاول ارفع الروح المعنويه واحاول ادي محاضرات واحاول اهيئ اللعيب. كل الكلام ده المدير الفني مش هيعمله لان هم اوريدي جاهزين، الاكل مستوي، هيخش على طول بيقول لك كل يا كريم. في ناس بتشوف ان المباريات اللي بتتلعب في بطولات كبيره زي كاس العالم للانديه زي ما بيكون فيها تنافسيه في ارض الملعب بين اللعيبه 11 قصاد 11، لكن هي في المقام الاول بيبقى في مباراه تانية موازيه ما بين فكر الاثنين مدربين. لو قارنا يعني فكر مستر كولر حسب رؤيتك ليه خلال الفترة اللي فاتت وبين فكر المدير الفني لأوكلاند سيتي نيوزيلندي، وهو برضو واحد من أبناء جوارديولا، يعني برضو حد مش سهل، تمام؟ تعتقد يعني هيكون في تقارب في التفكير؟ التفكير الأوروبي قريب، دايما قريب من بعض، بس بيرجع بقى للأدوات اللي معاك. هل أدوات اللعيبة، الأدوات المقصود باللعيبة، أيوة، هل اللعيب هينفذ هذا الفكر اللي انا بفكر فيه؟ هل هم في تنفيذهم هيلتزموا بالكلام اللي انا بقول فيه؟ هل هم باللي انا قلت عليه هيبقوا اولا يفهموه عشان قبل ما يلتزموا بيه؟ ما هو لازم يفهموا ثم يلتزموا ثم يطبقوا. على قد كل مدرب منهم بيوصل للاعيبته ويقنعهم باسلوب لعبه وبطريقه لعبه
وبعدين ثم اللعيبه في النهايه هي هيكون الفيصل. امتى اللعيبه يعني ممكن ما يلتزموش قوي بالخطه اللي هو يعني محطوطه لهم من الاول؟ لا، ما هو يكون مش فاهمينها، يكون هو بيقول بحاجه وهم ما فهموش هو عايز ايه، فتلاقيهم بيطبقوا حاجه. ما فيش لاعب مش عايز يطبق. اللاعب عندنا الحمد لله، الحمد لله لعبت النادي الاهلي فيها التزام. بس ما انت ممكن وانت بتطبق الخطه المحطوطه لك تتفاجئ في ارض الملعب بان الفريق المنافس بيضحط الخطه دي خالص من خلال خطته هو، من فده خلال ممكن خطته يستدعي ان انت تغير التكتيك اللي بتلعب بيه. فتحتني نقطه مهمه جدا 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 جدا. دايما بسمع المعلقين في كل مباراه يقول لك ايه، الشوط الاول شوط اللاعبين والشوط الثاني شوط المدربين. الكلمه دي مع احترامي يعني، انا ما بغلطش في حد، الكلمه دي اصبحت قديمه، لان السؤال اللي حضرتك قلته دلوقتي عليه يثبت لك انها قديمه. ازاي؟ المدرب عامل سيناريو، عامل برنامج، عامل طريقه لعب، بيلعب بخطه معينه. احنا بنقول الطريقه وقلناها قبل كده اللي هي وقفه اللعيبه في الملعب 4 3 3 4 2 3 1 4 2 2 2 دي اسمها الطريقه. الخطه ان اللعيبه اللي جوه الطريقه دي ينفذوها، دي الخطه. ان ايه؟ لما تكون الكره مع الخصم انت تعمل ايه، ولما تكون الكره معانا احنا هنعمل ايه، دي الخطه. فالخطه والطريقه مع بعض. ما جعل الفرقه اللي قدامي عمل حاجه تانية لازم في نفس ما استناش بقى الشوط الثاني، لان الشوط الثاني بتاع المدربين لازم ابدا دلوقتي ان انا اغير، طالما اكتشفت الكلام اللي حضرتك قلت عليه. واللعيبه يقدروا ياخدوا القرار على طول بشكل عفوي عند اللزوم دلوقتي، هو برضه لازم يستنوا توجيه من لا عقل. هو هيوجه، هو اوتوماتيك، مش هو لازم يقراها قبل ما هم يقروها. يعني هو يحس بيها، لان انا في مكاني هو شايف الصوره كامله. ايوه طبعا. في مكاني في الحته دي طبعا. هو عايز الصوره كامله، لاقي هنا في حاجه مش مظبوطه وهنا مش مظبوطه. لا يعني الكره هنا هيلاقي المنطقه دي فيها خطوره لان فيها نقص عددي، لكن هم عددي زياده، في ثغرات. فهو لازم يقرا الكلام ده قبل ما يحصل حاجه. أوكي. وبالتالي يغير ويغير طريقه لعبه، او يغير خطته بقى، واجباته جوه الملعب للعيبه. لا بدل ما تعمل كذا بقى انت اعمل كذا. حضرتك لاحظت بقى ان مستر كولر عنده الحته دي، عنده التفصيله دي في ضوء ادارته للماتشات اللي فاتت محليا؟ هي دي كيفيه اداره المباريات. اداره المباريات كمدرب زي كابتن كريم، نروح بعيد ليه؟ زي اداره الحكم للمباريات. ما الحكام كلها، كل حكام عندهم نفس القوانين اللي بيطبقوها، عندهم 17 ماده. هم قانون كره القدم 17 ماده. هل ده يخفي حتى على الجمهور؟ ما هو الجمهور عارف برضو ال 17 ماده، بس في ماده 18. تقول لي دي مش مكتوبه، اقول لك اه مش مكتوبه. الماده 18 ايه؟ ازاي الحكم يطبق ال 17 ماده؟ اصلا يعني ازاي يطبقهم؟ ازاي يقرا ان دي فعلا فاول او مش فاول؟ يصنفها التصنيف المناسب ليها بالظبط، وبالتالي ياخد بناء عليها ياخد القرار طبعا. وبالتالي ينجح. إدارة المباراة كحكم، إدارة المباراة كمدرب، إن أنا إزاي أدرها من أول دقيقة لغاية 90 دقيقة. مش الحكم، مش المدرب الشوط الثاني هو شوط المدربين. طب والشوط الأولاني خلاص يعني مش محسوب عندنا؟ يعني اللعيبة تنزل تلعب بمزاجها؟ لا، فلابد أن المدرب يدير المباراة من أول دقيقة حتى آخر دقيقة. طيب خلينا نطبق يعني رؤية حضرتك ورؤية مستر كولر فيما يتعلق بان احنا نركز في ماتش ماتش، كل مباراة يعني الماتش بماتش زي ما بيتقال. بناء عليه فيما يتعلق بلقاء الاهلي النهارده مع اوكلاند سيتي النيوزيلندي، ايه المخاوف في حال وجود مخاوف اللي قلق حضرتك، وايه عناصر الطمأنة اللي انت حاسس بيها في الماتش ده؟ قلقان من ايه ومطمن لايه؟ لا، نبدأ الأول بالطمأنة، لأن الطمأنة هتلغي المخاوف. جميل. طيب الطمأنة في ايه؟ اولا ثقتنا في الله، وثقتنا في لعيبتنا، وثقتنا في اجهزتنا. ثقتنا ان اللعيبه عندهم خبره في المواقف دي، ثقتنا ان لعيبتنا اصبح عندهم نضج في مقابله مثل هذه المباريات، ثقتنا ان لعيبتنا المهاره عند نقول مثلا
من ال 25 ولا من ال 23 ولا من ال 20 او من ال 18. المهم النهارده كل اللعيبه هي اللي بتتسجل وانت بتغير التغييرات اللي هي موجوده عليك الخمسه، لكن كل اللعيبه تبقى مسجله، يعني مفيش حد بره التسجيل. انت كل اللعيبه دي مهاراتها ما شاء الله عاليه، مش هلحسيته، مهاراتها في استقبال، مهاراتها في التمرير، مهاراتها في المراوغه، مهاراتها في استخلاص الكره من الخصم، مهاراتها في التحرك بدون كوره، مهاراتها في التحرك بعد استلام الكوره، مهاراتها في التحرك قبل ما يستلم الكوره، مهاراتها في التحرك للاعب اللي معاه الكوره، دي موجوده. فطالما الادوات دي موجوده بتطمني ان الفرقه هتبقى هاديه وماسكه نفسها وعندها الثقه اللي تخليها تأدي الكلام ده. الحاجه الثانيه هم نفسهم المفروض هم يخافوا، لان يعني اشتراكاتهم ويعني هي طويله لكن لم يحققوا حاجه يعني قبل كده، فبالتالي دي يعني هتقلل منهم او هتخليهم بس في بدايه المباراه هيفركوا شويه ويتنططوا شويه، وبعد كده هيبداوا يهدوا لما الغلبه للكفه اللي هي الارجح فنيا ومهاريا وخططيا. طب قبل ما نروح لمخاوف حضرتك، خلينا في اطار الطمانه والطمانينه وعشان نطمن اكتر، احنا معانا لايف فيو من المغرب من طنجه المغربيه زميلنا العزيز كريم احمد اللي هيعرفنا مشكورا على كواليس بعثتنا قبل يعني انطلاق اللقاء المرتقب بساعات قليله. يا كريم صباح الفل عليك واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليك زميلي العزيز كريم، تحياتي ليك وتحياتي لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. تتبقى ساعات بسيطه جدا وبنتمنى ان شاء الله بمشيئه الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذه الانطلاقه في كاس العالم للانديه، مباراه مهمه جدا هتفتح لنا ان شاء الله باذن الله الطريق لاستكمال هذه البطوله والوصول لنقطه بعيده جدا ان شاء الله في بطوله كاس العالم للانديه المقامه هنا في المغرب. اجواء يمكن مطمئنه جدا من البدايه، استعدادات كانت على قدم وساق، تركيز كبير جدا للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني من تحضيرات من خلال التدريبات من محاضرات فنيه من جلسات مكثفه الحقيقه لكل لاعبي النادي الاهلي. واضح التركيز الكبير جدا وواضح الهدف اللي محطوط طبعا من كل لاعبي النادي الاهلي، هو هدف الوصول الى اخر نقطه في هذه البطوله بالروح الكبيره جدا وبالاصرار المعهود عن لاعبي النادي الاهلي وبالمسانده الجماهيريه المعتاده اللي بيكون ليها دافع كبير جدا كالعاده لفريق النادي الاهلي. يمكن بقى نطمن كل جمهورنا على اليوم النهارده يكون ماشي ازاي حتى موعد انطلاق المباراه. حاله اللاعبين اقدر اقول لك من لحظات بسيطه جدا انتهى طبعا وجبه الفطار الخاصه بلاعبي النادي الاهلي على ان يكون تدريب بسيط في 11:30 صباحا. انت عارف طبعا يعني يمكن مستر كولر معتاد قبل كل مباراه بيعمل اكثر من 25 دقيقه تدريب بسيط جدا للاعبي النادي الاهلي في فندق الاقامه، نوع من انواع طبعا التاهيل الخاص والبرنامج طبعا التدريبي والتاهيلي للموضوع والخطه التدريبيه المعتاده، ومن بعدها مباشرة هيكون وجبة غداء في الرابعة عصرا على أن يتوجه بعثة فريق النادي الأهلي إلى ملعب ابن بطوطة في تمام السادسة. كل التوقيتات طبعا اللي أنا بتكلم عليها توقيتات طنجة أو توقيتات المغرب، لكن أنت عارف 8 مساء هنا هي موعد المباراة، 8 مساء يمكن هي موعد المباراة، 9 موعد المباراة بتوقيت القاهرة. كل الأمور طيبة جدا، وجود الكابتن محمود الخطيب كالعادة يمكن بيدي طمأنينة كبيرة جدا، منتظرين جلسته البسيطة قبل توجه فريق النادي الأهلي، تحفيزه ورسائله المعتادة، لكن يعني يتبقى التوفيق. كل الأمور خلاص، الترتيبات الفنية والتحضيرات الخاصة المعتادة خلاص انتهت، يتبقى التوفيق. 90 دقيقة مهمة جدا محتاجة بذل كل الجهد من لاعبي النادي الأهلي، المساندة الجماهيرية الحقيقة اللي وصلت لنا من الجانب الجماهيري والأشقاء المغاربة الحقيقة اللي بيحفزونا وبيطمنونا أن يكونوا متواجدين مع أيضا كمان جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي. فيا رب بمشيئة الله إن شاء الله بإذن الله كل الأجواء والطقس والمناخ والظروف، مناخ طيب جدا النهاردة الحقيقة، الشمس متواجدة، مفيش أمطار، رياح بسيطه جدا، فيا رب ان شاء الله كل الامور دي تكون في مصلحه النادي الاهلي وتكون فرحه كبيره جدا جدا لجمهور النادي الاهلي المنتظر الانطلاقه الجيده جدا كالعاده. جميل. طيب يعني الحلو دايما في زميلنا العزيز كريم احمد ان احنا ما بنحتاجش حتى نساله، احنا بس بالكتير نصبح عليه، هو بسم الله ما شاء الله دايما جاهز بكل الاجابات على الاسئله التي لم تطرح حتى. هل حضرتك عندك اي سؤال او استفسار عايز تطمن على البعثه من خلال زميلنا كريم احمد يا كابتن فتحي؟ كريم بسال سؤال، هل هو في عندك اصابات او حاجه في الفرقه في السكواد الرئيسي اللي هو بيفكر فيه؟
يعني يا كابتن فتحي، طبعا انا برحب بيك في البدايه، لكن بطمنك الحمد لله يعني كان في حفاظ كبير جدا على المجموعه، يعني التحذيرات اللي كانت مهمه من لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني ان احنا نحافظ على بعض عشان تكون السكواد ولا مجموعة كلها متكامله ومشاركه في اقل مباراه. الحمد لله ما فيش اي حد بيشعر بشيء، ومفيش اجهاد، مفيش اي حاجه. نتمنى ان شاء الله باذن الله حتى وصلنا الى ملعب المباراه. انت عارف ممكن تكون بعض الظروف في كل الامور بتكون طيبه، لكن ممكن تفاجئ باي شيء يشكي بيه لاعب في غرفه الملابس او قبل الانطلاق طبعا الاحماء. لكن بطمنك بشكل عام، بطمن كل جمهورنا، لعبتنا جاهزه بشكل كبير جدا، حافظت على نفسها خلال الايام الماضيه. يا رب ان شاء الله تكلل بالنجاح بمشيئه الله، وتكون نقطه مهمه وبدايه مهمه جدا لفريق النادي الاهلي ان شاء الله. الحاله المعنويه بقى تبقى للي انت شايفه ولمسه بنفسك يا كريم عامله ازاي؟ وطبعا لازم يعني نقف شويه عند حسن استقبال حبايبنا واخواتنا في المملكه المغربيه لبعثه النادي الاهلي، استقبال يعني الابطال واستقبال الفاتحين دايما الحقيقه. فبرضو عايزين نشوف الصوره من زاويتك انت. بالتاكيد طبعا زميلي كريم، يعني لو بكلمك على الروح المعنويه وحاله تركيز لاعبي للنادي الاهلي، انت عارف الوعي الكبير والخبرات المتواجده الموجوده طبعا في فريق النادي الاهلي بتدينا اشاره ان التركيز كبير جدا. الحاله المعنويه بتشوفها في التدريبات، الكل بيركز، الكل بيتكلم، الكل عنده هدف وحيد هو انطلاقه هذه المباراه تكون من نصيب النادي الاهلي اداء ونتيجه. ويمكن ده الامر ده اللي بنتمناه ان شاء الله، تكون التحضيرات كلها من مستر كولر، تقسيم المباراه، راجل وزع عامل سيناريوهات عديده جدا مع لاعبي النادي الاهلي، السكواد اللي قاعد على الدكه. ويمكن في نقطة مهمة كمان، اللي موجود في القائمة طبعا لابد يكون بيأدي كالعادة بشكل كبير جدا، واللي خارج القائمة لابد يكون موجود بقلبه وروحه الكبيرة جدا وتحفيزه مع لاعبي النادي الأهلي. وده اللي معتاد الحقيقة من لاعبتنا، اللي موجود بيسد واللي قاعد بره كعادته طبعا بيدعي اللي موجود في الملعب، بيحاول ان هو يحفزه، بيحاول ان هو يطمنه. دي الأمور دي بتطمن بشكل كبير، وربنا بيوفق اما بتكون الأمور ماشية بهذا الشكل. على الجانب الآخر الحقيقة الاستقبال والتنظيم والجانب الأمني الحقيقة اللي بيقوم بدور كبير جدا، يعني هنا في المغرب التحركات، التنقلات، مجرد ان احنا بنتحرك في الشوارع من فندق الاقامه للتدريبات بتلاقي علامات النصر بالجمهور المغربي طبعا بيشاور ليا لاعبي النادي الاهلي، الكل بيطمننا، الكل بيقول ان احنا هنكون متواجدين في ملعب ابن بطوطه لمؤازره فريق النادي الاهلي. فيمكن الحقيقه بنوجه لهم كل الشكر والتقدير، وبنتمنى لهم كمان نجاح البطوله على هذا التنظيم الرائع. يمكن لسه البدايه هتكون النهارده، لكن ان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين بالنسبه للجانب المغربي للتنظيم والاداري على نجاح كاس العالم الانديه المقام هنا في المغرب ان شاء الله. اكيد بنتمنى لهم كل النجاح والتوفيق بنفس القدر اللي بنتمنى فيه لفريقنا ان شاء الله هو الاخر النجاح والتوفيق. كل الشكر ليك زميلنا العزيز كريم احمد من مقر اقامه بعثه النادي الاهلي في مدينه طنجه المغربيه، شكرا جزيلا ليك. كالعاده الروح رائعه ما بين مصر والمغرب والشعبين، حاجه اجمل من كده، وخصوصا ان هم عندهم كمان فريق مهم جدا مغربي بيشارك، يعني هم موزعين محبتهم وتشجيعهم على الوداد وعلى الاهلي. بس احنا في سكتين مختلفتين، يعني ان شاء الله يعني على اساس ان يكمل الاهلي النهائي ويكمل الوداد النهائي، ده يعني تبقى دي متعه ما بعدها متعه، يعني ان احنا نشوف حاجه زي كده بيبقى جميل. ويمكن كابتن كريم انا سالته على الاصابات ليه؟ لان ساعات الاصابات تلخبط اي مدرب، تلخبط اي حد، وخصوصا كمان حاجه تانية هي الاصابات والحاجات النزلات البرد والكلام ده في جو مختلف، لان احنا عرفنا هناك كان ثلج وشتاء وامطار وبروده. كنا بنعرض لقطات من التدريب قبل بيوم، الدنيا غرقانه واللعيبه غرقانه. ما هو الجو ده بقى يخوفك ان ممكن حد يصاب بقى نزله برد، حد يعمل حاجات قدريه. قدريه، فانا دي بس بطمئن منها وانطمئن الساده المشاهدين جمهور النادي الاهلي ان الفرقه الحمد لله سليمه من كل الجوانب. يبقى نرجع للكلام اللي بنقوله، طالما هي سليمه من كل الجوانب هيختار انسب مجموعه، يعني زي ما هو صفاهم اللي هو وقال ان في خمسه هيطلعوا بره الليسته والباقيين موجودين، بيبدا يصف في كده لغايه ما ينزل ل 11 لاعب اللي هو شايفهم احسن 11 لاعب يبداوا المباراه اللي هي هتتلعب ان شاء الله توقيت القاهره الساعه 9 مساء. طيب احنا لغايه دلوقتي اتكلمنا عن الجوانب المطمئنه راي حضرتك، وسمعنا برضو ما يؤكدها ويدعمها من زميلنا العزيز كريم احمد. المخاوف بأخبارها ايه؟ قلقان من ايه حضرتك؟ لا انا يعني التحكيم مش قلقان منه، لان شايف ان التحكيم هناك تحكيم كاس عالم، فاذا دولت مجموعه حكام منتقى، ما فيش اي واحد فيهم عنده ديفوهات او اخطاء او اي حاجه او توجهات، فاكيد دي هتطمنا.
القلق، بس انا بقول ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا يا رب في هذه المباراه. على قد احنا ما تعبنا، على قد اللعيبه ما تعبت، الجهاز الفني اداري طبي مجلس اداره جماهير، كل التعب ده ربنا سبحانه وتعالى هيكلله ان شاء الله باذن الله بالنجاح، والنجاح هو التوفيق، هو انك انت تعدي المرحله اللي بعد كده باذن الله. طيب انا سؤالي اللي جاي ده مش عن النادي الاهلي، انا بتكلم مع حضرتك فيه كمبدا عام. هو ينفع ان او يعني في حاجه اسمها ان في لاعب معين يكون بيتالق محليا، لكن لما تلعبه في ماتشات مع مدارس كرويه عالميه مختلفه في محفل مختلف زي كاس العالم للانديه تلاقيه بعافيه حبتين، او العكس حد يبقى عادي جدا محليا لكن نتيجه وجود حوافز ودوافع مختلفه في اللقاءات الدوليه بيتالق بشكل استثنائي؟ في حاجه اسمها كده؟ في، لا هي دي قلائل، واللي بيتحكم فيها الجانب النفسي. قلائل واللي بيتحكم فيها الجانب النفسي. الجانب النفسي ازاي؟ الجانب النفسي ان اللي هو واحد متالق محليا ويجي دوليا تبص تلاقيه اقل من المستوى، مش عشان اللعيبه اللي قدامه مختلفين ولا كده، لا، لان الجوانب النفسيه عنده حته الخوف والرهبه بتقلل من التركيز بتاعه، واللي طبعا التركيز لما يقل بيفقد السيطره، السيطره طبعا في انه يوقف الكوره، السيطره في التسديد، السيطره في التحرك، السيطره في فهم الخطه، فدي بتاثر عليه، دي جوانب نفسيه. وفي نفس الوقت واحد تاني لما محليا مش كده لكن خارجيا مع الفرق دي تلاقيه متالق للحواس، هي مش متالق للحواس كده لان هو بينفض المحلي والجمهور والكلام ده كده، بيبقى عنده انطلاقه انه يشوف حد تاني جديد، وجوه جديده، لعيبه جديده، طريقه لعب جديده، فالجانب النفسي عنده بدل السلبي بيتحول الى ايجابي، فالطاقه السلبيه بتروح لطاقه ايجابيه، فتلاقيه ينطلق دوليا وهو اقل محليا، بس في النهايه هو نفس اللاعب. أيوة. لازم يكون الاساس بتاعه مهاراته، امكانياته، سلامته البنيان، سلامه العقل، سلامه الفكر، سلامه التحرك، دي تكون موجوده، اما الجانب العصبي هو اللي يجيبك من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين. فدي طب لو عدينا مرحله مشاركتنا بكاس العالم للانديه واللي بنتمنى ان شاء الله ان هي تنتهي على ما يسعد جماهير النادي الاهلي بكل مكان، هنرجع تاني لنفس الموال اللي احنا بقالنا سنتين ثلاثة بنتكلم فيه، فكرة تلاحم المباريات وتوالي البطولات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي، لانه قدروا انه يشارك في كل البطولات المتاحة. الحمد لله انت يعني فتحت برضو نقطة، هو ده قدرنا، ما هو انت كاس العالم اللجنة عاملة المسابقات عاملين، ما فيش كاس عالم للاندية لان احنا مش رايحين كاس العالم. لا، هنروح كاس العالم ليه؟ لان رب العباد عايز يعمل كده، اقوى من العباد ونعم بالله. يعني الرب جاب لك كاس، تعالوا انتوا ظلمتوا، صح، فيها طرديه كبيره. أيوة. وما انا ظلام من العباد، هو من ظلام عمره ما يظلم، هو الحق. ونعم بالله، ونعم بالله طبعا. يا جماعه، فاذا ربك سبحانه وتعالى جاب لك كاس العالم تاني. أيوة. فانت جبت كاس العالم، فاضطرينا هتتاجل لك مباريات. فهيعمل ايه في المباريات الحاج عامر؟ هيعمل ايه؟ هيضطر انه يضغط المباريات، هيضطر تبقى المباريات مضغوطه، لان هيبقى عندك دوري عام، هيبقى عندك كاس الماضي افريقيا وكاس السنه دي. ده لسه سعيد في كاسين مفتوحين على بعض، ده انا نسيت التفصيله. طيب يعني شوف كم كاس، يعني أيوة بتشارك في ثلاث كاسات في سنه واحده، كاس العالم للانديه وكاس الموسم الماضي وكاس الموسم الحالي، ادي ثلاث كاسات. طيب وبعدين عندك دوري، وبعدين عندك بطولة افريقيا. ايوه طبعا، برضه بطولة افريقيا الاتحاد الافريقي اجل لنا ماتش فبراير، هيروح لمارس. طب كل دي هتروح فين وعدد الايام واحده؟ السنه 365 يوم مش هيقدر يزودها، فهتخش فيها وانت ملتزم بالحاجات دي، وعندك مجموعه لعيبه هي اللي بتلعب. هنا بقى بيظهر نرجع هنقول للاجهاد، ونرجع للاصابات، ونرجع للحاجات دي كلها، طبعا هتأثر علينا. انت اخر مباراه واللي قبليها هنا قبل ما نسافر، قبل ما يسافر المغرب. أيوة. انت عندك 7-8 لعيبه فرقه كامله مش هيلعبوا طبعا، لكن طيب اني فرقه يحصل فيها كده؟ انت ممكن عندك لاعب 2 صحيح، وواحد عنده طرد، وواحد عنده انذار، لكن ما يكونش عندي 8-9. طب هثبت الفرقه ازاي وابدا بالفرقه ازاي؟ وهو ده ضريبه النادي الاهلي المشارك في البطولات كلها واللي بيمثل مصر خارجيا وداخليا. صحيح.
طيب خليني اختم مع حضرتك كابتن فتحي مشكورا كده برساله سريعه حضرتك توجهها للعيبه النادي الاهلي، واحده ثانيه اسرع توجهها لجماهير النادي الاهلي. طيب للاعيبه النادي الاهلي بقول لهم ثقتكم في الله، ثقتكم في انفسكم، انتوا قادرين انكم تلعبوا وتروحوا لمكانه بعيده في هذه البطوله ان شاء الله. ده بالنسبه لفانا مش هزود عليكم كتير. اما بالنسبه لجماهير النادي الاهلي فجماهير النادي الاهلي هي تكفؤ رؤوسنا كلنا، ويعني كانا ابن من ابناء الاهلي طبعا. وكلنا في مصر بنقول لجمهور النادي الاهلي كلكم اصغر واحد فيكم قبل واكبر واحد فيكم، اكبر شيخ موجود واقل طفل موجود، انتوا كلكم فوق دماغنا من فوق، لان انتوا الداعم الرئيسي والقوه اللي بتدينا الدفع وبتدي اللاعبين والمسؤولين والاداريين في انهم يسعوا ويسعوا ويسعوا للنجاح. ثقتكم في الله، ثقتكم في فرقكم وفي ناديكم، وناديكم مش هيخذلكم ان شاء الله. نورت الدنيا كلها مش بس نورت حلقتنا كابتن. الله يخليك، جزيل الشكر على وجودك معانا. والف سلامه للنهواند ان شاء الله كده. انا شفتها يعني هي كانت كويسه، ما حدش اتخض. احنا مش عارف حكايه الصوابع معانا، محسودين على صوابعنا. انا مش عايز حد يتخض عليها ولا حاجه يعني. لا الموضوع بسيط الحمد لله. لا يعني هي حاجه بسيطه بس عارف ساعات بيبقى في اصابات بسيطه بتبقى مؤلمه شويه. بس انتوا الاثنين اصابات يعني مع بعض. ده من اول ده انا استهليت السنه بالاصابه دي قطع في الوتر. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. انا بشكر حضرتك يا كابتن فتحي، نورت الدنيا كلها. نشوفك على خير باذن الله. وهنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع بقى عشان نستقبل الاستاذ محمد صادق مدير الارشيف العربي اللي هنفتح معاه ملفات من تاريخ مشاركات النادي الاهلي في مونديال العالم للانديه. خليكم معانا.